السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أشرف الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز بالملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط على انطلاقة النسخة الرابعة لليوم الوطني للرياضة، ويشارك في الماراثون 10,000 عداء وتصل مسافته 42 كيلومترا، ويتضمن سباقا خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة وآخر مدرسيا، ويشمل تخليد اليوم الوطني للرياضة أنماطا رياضية مختلفة. عقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم دورته العادية الخامسة بالعاصمة نواكشوط، ويتضمن جدول أعمال الدورة نقاش بعض تعديلات النظام الداخلي للحزب، إضافة إلى عرض تقرير حول نشاطات الحزب وآخر عن حملة الانتساب. أجرت الرئاسة الموريتانية بموجب مرسوم صادر عنها تعديلا جزئيا جديدا في حكومة الوزير الأول يحيى والحدمي، وبموجب التعديل الجديد فقد تم تعيين أمال بنت مولود وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، كما عين أحمد سالم والعبد الرؤوف وزيرا للتجهيز والنقل خلفا للراحل محمد الخونة، وعين بموجب ذات المرسوم محمد عبد الله بن لداع وزيرا للمياه والصرف الصحي، ومحمد لمين وللشيخ وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية، وهاوا تانديا وزيرة للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعينت النائب البرلماني زينب بنت علي سالم أمينة عامة للحكومة. عقدت جمعية الفتاة للتوعية والتربية مؤتمرها العادي الثالث في نواكشوط تزامنا مع مرور 10 سنوات على تأسيسها، وأشادت رئيسة الجمعية زينب بنت الشيخ بالدور الذي قالت إن جمعية الفتاة حققته في مجال نشر التوعية والتعليم في صفوف الفتيات الموريتانيات. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله، أطيب المنى.